الله يطول عمرك ويسلمك. العاصوف علامة نادرة في المجاهيم. ما عليك زود الله يطول عمرك. وحصلت العام على المركز الخامس في الدق. الحقيقة أن العام شوط الدق المجاهيم يعتبر من أقوى الأشواط اللي شاركت في المجاهيم عموما من خلال السنوات الماضية وأيضا العام الماضي. رأيك يا أبو فرج؟ والله رأي الأشواط كلها قوية، لا في الدق ولا في الجل ولا في المفاتير ولا جميل. لكن والله يوفق الجميع. لكن العام شوط المجاهيم كان قوي فعلا بشهادة جميع المهتمين والمحبين خاصة لشوط المجاهيم. نعم، شوط الدب جاهية كثرة وكثر زيد حلال فايز ومنجز في كل مكان. عندنا أبكار يعني حاصة على مراكز قبل تحصل قبل دخولها في شوط الدق، وأبكار لها اسمها ومشهورة بالزين وشاركت العام. والحقيقة الحصول على المركز الخامس في شوط الدق العام أنا يعني أعتبره إنجاز قوي جدا. نعم صحيح، جميع ما يهوز الصياحب يعتبر نفسه أنه فائز أنه فوز بجدارة وقوة، والحلال طال عمرك اللي طلع من الأرقام لا نستهين فيه، وعز الله أنه طيب جدا جدا والله. في ولا بلته في الله. في فرديات العام طلعت من الخمس كانت يعني تسام بأسوام غالية وحاصلة على مراكز متقدمة في الظفرة قبل ما تدخل الشوط بفترة بسيطة. لا عز الله عنك صادق، وايد اللي فايزة في الظفرة وعز الله عنها طيبة، سواء أنها طلعت ولا بقت ما ينقص من زينها ما في شك. لكن الحلال يجي ما ينقص من زينها ولا حد ياخذ إلا نصيبة، ما في شك. اللي مقسوم لك تاخذه يا الإنسان. ذا الزمان وش علومكم يا أبو فرج؟ والله من زمان مسجلين ومشاركين وطيرين على الله. وش انت مسجلين فيه؟ مسجلين في الدق في الجل وفي العشرين والثلاثين والخمسين ولا قلة في الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. توقع السنة هذه أقوى ولا العام؟ والله لا مشاركين طال عمرك الظفرة جات هي الصياعد مع بعض. لا بينها فرق بسيط، عندكم امكانيه تشاركون في الاثنين كلها؟ لا بعض الاشواط شوي بيجي قليل من الاشواط. صحيح، بس التجهيز واحد يا ابو فرج. التجهيز واحد نعم، التجهيز واحد وحن والله ودي نشارك فيها كلها، لكن الظاهر ما تجتمع رمانتين في يد. الله ما في شك، لكن يعني في بعض الاشواط يبدو لي انه بيكون فيه امكانيه في المشاركه فيها كلها. لا لا فيه بس تعرف الحلال شوي التحميل ياخذ حقه. ما في شك ما في شك صحيح. بالله التحميل بياخذ حقه. والمراكز شوي تعرض الحلال فيها يتاخر. جميل. ابو رفعان عنده سؤال خاص وله طابع خاص يا ابو فرج. مرحبا يا العصوف. يا مرحبا بكم، وش شلونك طال عمرك؟ الله يطول عمرك ويسلمك. انت من الاسماء القويه ومن هالنظره القويه والنظر الطيب في الحقيقه في المجاهيم وفي جميع الالوان، لكن وجودك في المجاهيم ماركه قويه. ما اعرف يود الله يطول عمرك ويسلمك. نبيك تحدثنا عن المشتريات والحركه الاقتصاديه اللي صارت عند هالمجاهيم، قوة المشتريات، قوة التجهيزات للنسخة الرابعة من مهرجان الملك عبد العزيز. والله المشتريات إن شاء الله أنها قادمة، والتجهيزات مجهزين من فترة العالم كلهم. نعم. ويترقبون أول يترقبون على المزاين، والحين قدهم قادمين على المشاركة. نعم. والمزاين والله استفادوا من الناس. فعلا صحيح. هل البيع وهل المشترى وفي كل حال من الأحوال كل عين الرزق هي الزين. صحيح. هل ممكن نشوف العصوف في مشاركات الجمل؟ تشوفه إن شاء الله السنة هذه إن شاء الله مشارك في شيء من الأشواط؟ والله إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وش الشوط اللي مشاركين فيه؟ مسجلين والحمد لله. وش الشوط اللي بنروح فيه؟ أين جاهزين؟ أي نعم أي نعم. وين قدرة العرب بتروح؟ هذه يا ابو فرج هي مناورات يعني اعطتكم اياها خبره السنين ولا وش الهدف منها يا ابو فرج؟
أكيد لازم الواحد عنده تكتيك في كل شيء. أي نعم صحيح. وأنت والله يا أبو فرج دائما مشاركاتك متميزة ومشاركاتك كل الجمهور يتلهفون على وجودك في أي شوط، لأنك إذا حضرت في الشوط أحميت الشوط وعطيته طابع خاص. ما عليك زود الله يطول عمرك وعز الله يا المطالب كله ما في مقصور. هذا ما في الكلام ما في شك. هل في تصريح عن فرديات معينة جاية أسماء قوية من الفرديات؟ التصريح طال عمرك نقول إن شاء الله نحن مشاركين والتوفيق على الله. الله يوفقك. طيب لك لك محبين يا ابو فرج ولك ابلك لها مشجعين ولا يرضون الا انهم يرون اسم العصوف في المقدمه، وش تقول لهم؟ ابشر بالسعاده، نقول لهم بشرهم كل علم طيب. والله كفو كفو يا ابو فرج. وش المركز وش المركز التنافسي؟ كل شوط بندخله ابشرهم كل علم طيب ولا بالتوفيق الله. وش المركز اللي تنافس عليه يا ابو فرج؟ والله هذا الحين احنا مسجلين ومشاركين في شوط الدق. لا ما اتكلم عن الشوط، اتكلم عن المركز، المركز اللي انت بتنافس عليه. اكيد الله كله وده ينافس قدام، انت كنت تسمع كالعرب كله وده انه ما قدام احد.